احنا هنا جايين نتعلم، احنا خايفين من الجنود لان كل يوم بيصير في تفتيشات وتوقيفات. من نمر من هون احنا عشان هذا المدخل الرئيسي للمدرسة، احنا منروح من هون. ماشي، بكت في ايدي بكت شبت، وقعت حبي طلعت عليها، مشيت جند صار يضحك، وبعدين رن تلفونه لحقني، مسكني عطني على جنب، اجى المدير حاول ياخذني منه ما رضاش، اجوا اخرى بجوا 9 جنود او 10 ما خلونيش، عدت اجوا لا ياخذون الاساتذه، صاروا يهجموا عليهم لما ياخذونيش، هربوا فيه لتحت على المدرسه غاد. جندين وطريق ضيق، البنات بيخذين المشيات وبيجي بعرض قدامهم يقعد يضحك وكل ايش يعني بيستفز فينا. عندما يمر الطالب من بين بنات الجنود متجهين بالسلاح، يعني تخيلي حالة الخوف والهلع التي تكون في هذا الطالب، في نفس هذا الطالب. فهذا الشيء طبعا عدا عن إذا تم احتجاز الطالب أو الاعتداء عليه بالضرب أو محاولة اعتقاله، فهذا الطالب حقيقة يعني يكون بحالة نفسية سيئة جدا، وهذا الشيء لا يمكنه أساسا من الانتظام في موقع الدراسة.